وفي تونس شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن مؤسسات الدولة تسير بصورة طبيعية وأن هناك اهتماما متواصلا بكافة القطاعات، كما أكد الرئيس التونسي خلال اجتماع مع وزير التعليم وعدد من المسؤولين أن جملة التدابير التي تم اتخاذها حتمها الخطر الذي صار واقعا يوميا، كما أكد أن ما تم اتخاذه من تدابير كان في إطار القانون والدستور. أوجه إليكم بالتهاني وأطيب التماني بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، وهي مناسبة أيضا للتوجه إلى الشعب التونسي بأن دواليب الدولة تسير بصفة طبيعية وهناك اهتمام متواصل بكافة القطاعات حتى وأن كانت تونس تعيش في ظروف استثنائية، وتم اتخاذ جملة من التدابير حتمها الخطر الذي لم يعد داهما بل الخطر الذي صار واقعا يوميا. والمسؤولية السياسية والمسؤولية أمام الله وأمام الشعب اقتضت أن يتم اتخاذ هذه التدابير في إطار القانون وفي إطار الدستور، وليس كما يدعي البعض حتى ممن تعلمه في المركب الجامعي أو تعلمه في عدد من الكليات الأخرى انقلابا. لست من دعاة الانقلابات، من دعاة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة. وشدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أنه لا أحد فوق القانون وأن الكل سواسية أمامه. ليس هناك أحد فوق القانون، الكل سواسية أمام القانون، ومن يؤتمن على العدل يجب أن يكون أمينا صادقا، ويجب أن يقف له ذو الضمير وذو المسؤولية حتى يستتب العدل. لو كان هناك طفل أو شاب سرق من مغازة كبرى بضاعة بسيطة لكان المآل السجن. وأشار الرئيس التونسي لأن استهداف العملية التعليمية جريمة، كما حث على القيام بإصلاح وطني جذري للتعليم ووضع مناهج التكوين السوي للتلاميذ لبناء تونس جديدة. سيتم إصلاح التعليم إصلاحا وطنيا، لأن الإصلاحات التي تم إدخالها، وتذكرون السيد الوزير، لم تكن إصلاحات بريئة. أهم شيء هو التعليم الذي يحرر الفكر، لأنه بدون فكر ليس هناك تعليم. أتساءل أحيانا كيف يمكن لمهندس في الأعلامية، وحصل أخيرا، جاء من أحدى دول آسيا وذهب إلى الشام أظن، و فجر نفسه بحزام الناس، مهندس، معنى ذلك أن هناك شيء غير طبيعي. لو درسنا التلاميذ القيم الأساسية التي يجب أن يقوم عليها التعليم لما وصلنا إلى هذا الحد.